نهاد طربي فنان لبناني من مواليد منطقة صوفر الجبلية وأحد أبرز نجوم حقبة الثمانينات، عرف بإحساسه العالي وصوته الجميل وذيع صيته بعد إطلاقه لعدة أغنيات ناجحة. أنا فلاح وأبويا فلاح، أمي هي كمان فلاحة، أنا أثر طرابي بالموسيقار الراحل فريد الأطرش وعرف بأدائه المميز لأغنياته مع العزف على آلة العود. أستاذ نهاد، في كتير يعني بيحكوا عن هذا التأثر الواضح بشخصيتك بالموسيقار فريد الأطرش، يعني حتى بالأغاني الخاصة اللي قدمتها في كتير ناس بيشوفوا أنه إيه فيها هيك نفحة، فيها هيك من هيدي الروحية. إذا ما تأثر الإنسان بالكبار ما بيعمل نجم، فلهالسبب واليوم أنا سعادتي لا توصف. عانى طربي خلال مشواره الفني من أزمات عديدة وأبرز شهرة أغنيته الخاصة بأصوات زملاء النجوم مثل الحمد لله على السلامة اللي عرفت بصوت السوبر ستار راغب علامة، علما أنه طربي كان قدم قبله. الحمد لله على السلامة جاي من السفر وحشاني بابتسامة وشك ولا القمر، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. ومثل أغنية لونا ويت تنسى اللي فات اللي عرفت بصوت سلطان الطرب جورج وصوف وهي أيضا كانت لطربي بالأصل. لونا ويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، لونا ويت تنسى اللي فات. هذا بسلين من لو نويت مع الوصوف. نعم. من الحمد لله على السلامة مع راغب. الله يهنيون، الله يهنيون كلهم، بس بحب أنا يكون في نفحة احترام بين الزملاء، أنه سؤال أنه نحن بنحب نغني لك شيء. مرض السكري أثر سلبا على صحة طربي وأجبره على أعطاء الكثير من وقته لصحته ولا الاهتمام فيها، الأمر اللي جعله ينسحب تدريجيا من الأجواء الفنية خاصة بعد زواجه واستقراره بباريس. طربي للساحة الفنية كانت خجولة خلال السنوات الأخيرة، فاكتفى ببعض الإطلالات الإعلامية وببعض الإصدارات الفنية القليلة. اليوم شايفينك بيروت، رجعت على لبنان أو بعد إقامتك بفرنسا وهلأ زيارة؟ رجعت على لبنان زيارة طويلة، لكن حولت أنا هلأ إقامتي بلبنان وزيارتي لفرنسا بدل ما تكون إقامتي بفرنسا وزيارتي للبنان. إن شاء الله الفترة الكبيرة ببلدي لبنان الغالي، لأنه شفت الله يسلمكم وشفت كتير ترحيب وشفت تشجيع كبير من العالم أني أنا أرجع لبلادي، وقد ما بقي لي عمر رح أقدمه بهالبلد الكريم. نتجوز على حيد وبدنا نعمر بيت جديد، شبعنا عزوبي وغيري وصار ومواعيد، شبعنا عزوبي حل طربي يوم الجمعة 26 كانون الثاني 2018 عن عمر 65 سنة بالعاصمة الفرنسية باريس، وبعد ساعات قليلة من مغادرته لبلده لبنان اللي زاره ومضى فيه بعض الوقت إلى جانب عائلته، ليكون خبر وفاته مفاجئ جدا لعائلته وزملائه الفنانين ولجمهوره. حصلت الوفاة بالطريق قبل ما يوصل على بيته بشوي، كان واصل بعده من لبنان، وصل بمطار شارل دي غول، من شارل دي غول بالسيارة على البيت، قبل ما يوصل على البيت شي دقائق يعني بحس انه نام الشاب الصديق اللي عم بيوصل نهاد، نام نهاد، وصلنا انا معهم على تواصل دايم. بيقول لي نهاد مش عم يرد علي، ما رد علي نهاد، طلبوا له امبولانس، اعطيه سكر اعطيه ماي، اخذ 10 دقائق. بعد مرور اكثر من 10 ايام على وفاته وصل جثمان طربي لمطار رفيق الحريري الدولي بعد ما أثار تأخير وصوله أزمة إعلامية كبيرة وتصدر نشرات الأخبار ومواقع التواصل.
يعني بالدول المتحضرة عادة بس الفنان يرحل أو يتوفى دولته بتسارع لحتى تكون يعني قد ما فيها عم بتساهم بوصول جثمانه لبيروت أو لدولته لحتى يتم تكريمه ويمكن يتم وداعه بطريقة مرتبة مثل ما بيقولوا أنه إكرام الميت دفنه. مش معقول 10 أيام فنان لبناني يضل بالغربة جثمان قبل ما يندفن. بيصالون شرف ببيروت تجمعوا الأهل والأصدقاء وبعض الفنانين لاستقبال جثمان النجم الغالي، وكان بمقدمتهم السوبر ستار راغب علامة اللي أصر على الحضور من أجل استقبال صديق البدايات الفنية. عم تودع اليوم صديق البدايات صديق الأيام الحلوة، شو بدك تقله كيفك توضعه؟ أنه راح بكير، يعني راح هو بكل أحوال أنه هاد بعد عن لبنان، بعد عن الجو اللي هون، وكان يؤلموا اللي يشوفوا هون، مشان هيك راح عاش بباريس. وعن جد يعني حمل لبنان بصوته بقلبه لكل هالفترة، كان صوته صوت الجبل اللي عم بيصدح هونيك، وقرر يبقى بباريس. والله يرحمه ربنا اختاره انه بهالوقت انه يروح بباريس يودع هونيك. وعلى كل حال هذه خسارة على كل لبنان، علينا كلنا وعلى أهله، من عز أهله من عز الوسط الفني والإعلامي بسقوط فارس وأرزة من أرزة لبنان اللي علمت. وطبعا الفنان بيروح لكن تبقى ذكرى وأغاني وأخباره دايما بين العالم، وحيدا بقلوبنا والله يرحمه وإنا لله وإنا إليه راجعون. بلدة صوفر الجبلية كانت عم تتحضر لوداع ابن البار صباح الجمعة 9 شباط الحالي، فاستقبلته على وقع أغنيته بيوم طغت عليه أجواء الحزن الحقيقي. لبنان يا حبنا رجعين لك، رجعين لك كلنا يا أرض الحنين. لبنان يا حبنا رجعين لك، رجعين لك كلنا يا أرض الحنين. رجعين لك كلنا وحلف لك بالسنين. يا شيخ لعرفانك شو بدي قل لك، على ما فيني إلا قل لك كل شيء من ودعت صوفر نجما اللي حمل اسمه لكل أصقاع الأرض بحضور الأهل الأصدقاء وبعض الشخصيات السياسية الفنية والاجتماعية. أما اللافت فكان حضور النجمين راغب علامي ووليد توفيق اللي حملوه على أكتافهم بمشهد مؤثر جدا. تروح تنسانا جروح القلب وجعانا، تتركنا نص المي قطرة مي عطشانا، تتركنا نص المي قطرة مي عطشانا. بريد تروح وتنسى، بريد تروح وتنسى. بعد الصلاة على روحه دفن جثمين طربي بمدافن العائلة بصوفر اللي بدورة طوت برحيله صفحة مشرقة من الفن والفرح والحياة، ليبقى فنه وأعماله أجمل ذكرى وخير مخلد لإله.